يا ده الليل والنهار اللي الواحد عمال بص بقى يا جدعان، انا جاي في مصلحه وحطيك العلم على طول. خد بالك يا ست ناديه لطفي انت وبرنس عفان، ماشي؟ انا جاي في مصلحه وماشي على طول. هاي 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 هاي. من انت؟ انا اللمبي. حسنا حسنا، اقتلوا هذا اللمبي. اقتل مين؟ اوعى يعمل حاجه. اوعى يا ايه ده يا معلم؟ خلاص الشريان التاج اتقطع. اصحى دلوقتي، اصحى اصحى لما ده حاجه عم الحاج. ها حسنا اقتل. لا حرام اقتل النفس. اقتله. انا لا اقتل النفس ايها الامير، الروح غاليه. حسنا انت اللمبي الفارس العطوف. يعيش اللمبي الفارس العطوف. يعيش اللمبي الفارس العطوف. يعيش اللمبي الفارس العطوف. يعيش اللمبي الفارس العطوف. بكام العنب النهارده؟ بناتي ده ولا ايه؟ بناتي ولا رجالي؟ خذ ما تشتهي. ايوه هو ده بس كفايه. انت عارف في مره ندواي دخل عليا واحد وبيشهر في وجه السونجا؟ سلمي. ايه ما هي السونجا؟ السونجا السونجا هي عباره عن ايه؟ عباره عن السفوريا، يعني سفوريا حته كده مبرططه وحلوه. عجل اعرفه. اكمل. بعد الزهاكة دخل عليا فرحت زارف انا بقى من تحت الباطه وكده وتراتك، ورحت جايبها له الدم ده بقى ايه نفوره، ورحت ظابطها له من تحت فرح ظبطت الدنيا. حببت انت ومات. ومات من ده زمان هذا الشخص؟ لا ده هو لسه بيفرفر لحد دلوقتي. الدم رفير. واو مديه. كم انا احب الدم جدا. أيوة. جدا جدا. سير لمبي. يس. ساعينك قائد الجيوش. تسلم يا ريس. لقد عينت سير لمبي قائد الجيوش لكي تعلمهم القتل بالسلاح ليك وبالسفوريا. بالسفوريا ولا وفي عندك برضك في كذلك شنطه كده ده حلو قوي. للسلخ ده اقلبه معك. اقلبه معك. ده بيبقى موز. اقلب كل هذا معك. ده الشطه منه دي بص كده اهو مغرقه دم كده. اوعى رائع. ندوه رائع سير لمبي. يا انت ستخوض الحرب. حرب؟ حرب ايه؟ وانت بتبص فوق ايه؟ يا حرب فوق؟ حرب ايه اللي انا كبيري اثبت حد مثلا واخد شيك على حد؟ هو في تروسيكل مثلا متاخد وهربان مثلا بيه الراجل وراح نازل عند ناس للطالون، فانا اروح ناطط من فوق السور بتاع القلعه واروح جايب كده موتوسيكل. سير لمبي. ايوه يا قطه. لا تقلل من شانك. ستكون قائد للجيوش حتى تقود البلاد للنصر. النصر؟ اكلت. نصر ايه؟ ده انا كبير اوديهم مدينه نصر. نصر ايه؟ مدينه نصر. مايب. مدينه نصر اسم جميل. اسم رائع. وليكن بعد الحرب نعلن مدينتنا مدينه نصر. نعم بعد الحرب سنعلن اسم مدينتنا مدينه نصر. مدينه نصر. ايوه وعباس العقاد. حسن حسن لتاخذ هذا العباس العقاد معك في الحرب. وياسر شمع. وياسر شمع. والنصرية. والنصرية. يعني عبدين. وعبدين. ومدن عبدين. ومدن عبدين. يعني ملوك الاكسسوار. وملوك الاكسسوار. وسمعنا احلى سلامة عندنا على الصلاة. لا يرهب. لا يرهب. سير لمبي. عيوني. لك ما شئت يا. تعمل حاجة ولا ايه؟ اوعى تعزق جامد.
أنت صديقي؟ أيوة صديقك. إيه أنت فاكرنا هخونك ولا إيه؟ لا 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 اوعى تعمل فايبريشن ببقك. لا 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 اهدى شوية بقى اهدى. دي أختي وأنت أختي، يعني ما ينفعش إن أنا أغلط معاك، أنت براذر وشقيق عيب. لا هذا كلام يخرج من قلبك؟ نعم ملخ. أنا أصدقك. ميرسي أوي. شكرا أنت حبيبي مش كده ولا إيه؟ ميرسي يا نجوى أوي حببت أنت. ما تديني دي. مبدئيا احب اعرفكم بنفسي، انا ذني مدرب كونغ فو جديد، ومبدئيا كده لازم تتعلموا يعني ايه فنون القتال. فنون القتال يعني صياعه في الاداء، بلطجه في الخناق. واخدين بالكم معايا؟ لان الحرب خرعة. الحرب ايه؟ خرعة. الحرب ايه بالسامع؟ خرعة. خرعة. ولازم تخرع اللي قدامك. لازم تعمل ايه؟ تخرع اللي قدامك. ايوة لازم تخرع اللي قدامك. مبدئيا كده انا عايزكم تمسكوا كل اللي اتعلمتوه في فنون القتال. دي مبدئيات، مبدئيات مبدئيات الحلول الحلوحو. ونحن ماذا سنفعل على القائد؟ ها؟ هاي. ماذا سنفعل؟ لا أصلك في حتة بقى، أنت مش لسه مكلمني هنا الوقتي؟ ها؟ ولا إيه؟ ها؟ إيه ده؟ إيه ده؟ إيه ده؟ أنتوا تعرفوا بعض؟ تعرفوا بعض أنتوا؟ أخوان. أنتوا أخوان؟ ها؟ أخوان. إيه؟ إيه؟ ده أنا هحتاجكوا قوي بقى، خلي بالكم هحتاجكوا قوي. خلاص يا رجالة، مبدئيا دلوقتي أنا عايزكوا ترموا كل السلاح اللي في إيديكوا على الأرض، ارمي. دلوقتي احنا هنتعلم ازاي نبقى في بولعيه في الخناق. اول حاجه هنتعلمها انت هتخش عليه وتروح تخده بالقلم كده، خلاص خش عليه. انت بالنسبه له هتروح مديله بالركبه ببطنه، وانت برضه نفس الفكره تروح مديله بالركبه ببطنه، ماشي؟ توطي لما تيجي تضرب توطي، خلاص. يلا العب. انتوا عندكم انا عايز نظام التهويش اللي هو اوعى يا كده. ها تعمل ايه؟ تهويش اوعى يا كده. اوعى يا. ايوه انت انا مبسوط منكم قوي. انتوا اقعدوا بصوا ببعض طول الوقت، ماشي؟ يلا بصوا ببعض. اوعى يا. وانت بالنسبه للكنيفه اللي واقفه قدامي دي، عايزك تجي كده في وشه كده وكانك بترجع، تروح تهفف وكده، ها؟ ماشي؟ وانتوا خشوا لوشوا ببعض بردك، وانتوا ضربوا ببعض. بس يلا شغال يا عم الحاج. ايوه اضرب بعض بجد. ايوه حلو قوي. عجباني التفه اللي هناك دي، التفه دي عجباني، والقلم والركبه دي. بس خلاص خلاص ارجع ثابت مكانك. دلوقتي المرحله الثانيه اللي هي قله الادب، هنتعلم ازاي نشتم بقى. يلا قول ورايا. ايدك يا ايدك يا اغزك يا اغزك يا انخلص اسمك فيها جسمي انخلص اسمك فيها جسمي كده يا كده يا اسحن النون اسحن النون طلع لسانك كده عايز احمى يا حبوك يا الفارس. نعم هذا هو هريسة، ماذا تريد ان تفعل بي؟ هريسة حبيبي، هريسة حبيبي. اسأله في اي اوضه، اسأله في اي اوضه لحد ما خلص امرك ايها الفارس. يلا حبيبي يا عم هريسة هجي لك انا. يلا يا باشا نياط. لا لا على ابوكو يا ابوكو. هديك بقى حمدان، هديك بقى حمدان، اخليك تروح كربان، خليك تروح كربان. وهوب فوق وهوب فوق، لو ليك الشو لو ليك الشو. وهوب أيوة الفارس. نعم لقد وضعته كما امرتني. ايه اللي وضعته؟ انت بتولد ولا ايه؟ هريسه. 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 اذن اقف انت هنا ايها الكلب الجسور، اقف هنا دربهم. اين تذهب ايها الفارس؟ انا ذاهب الى الكنيف. كنيف؟ ايوه الكنيف. هو اقف هنا. يلا همكك اقف. يلا قول ايه يا ايه يا ايه يا قول يا ايه يا ايه يا مولاي. حدث شيء خطير يا مولاي. ماذا وراءك يا عصفور؟ إن هذا اللمبي يفعل أشياء غريبة يا مولاي. ماذا تقول؟ سمو الأمير. مم.
أنت تبالغ في الأمور يا عصفور. يا مولاي، إن هذا اللمبي أمر بديهي أيها العصفور. مولاي، إنه يستخدم تقنيات جديدة في القتال، مثل الصفعة، الضرب في البطن بالركبة، البصق. نوه أيضا يا مولاي على استخدام تقنية جديدة وهي شتيمة، مثل اوعى يا اوعى يغرك جسمك، اوعى لغزك. كفى، لا تقل هذا عن اللمبي. فاللمبي صديقي. هاو هاو مولاتي. أكمل. كما أيضا يا مولاي اهتم بأمر هريسة دون القتال. أنا عظيم. اذهب اذهب اذهب. أنا رائع. أنا لم أحدث في التاريخ. أنا أحبني. لابد أن أكافئني فرودو. نعم يا أمير، اذهب إلى غرفتي واحضر لي. هذا الكنز سيكون عون لنا في هذه الحرب. أخشى أن يكون ذلك الكنز ضرباً من الخيال، ونظل هكذا نبحث عنه دون أن نصل إليه. حسن، اذهبي إلى هذا اللمبي واسحبيه إلى غرفتك، واعرفي منه ما لا نعرفه عن الكنز. ماذا؟ ألم أكن قرة عينك؟ لابد أن الكنز أغلى وأثمن مني بكثير، ولكن أنت مولاتي، خطيبتي، حبيبتي، أميرتي. كيف تجرؤ وأنت مولاي وسيدي أتطلب مني أن أرتمي في أحضان رجل آخر؟ وأبتاه، وأنت ألا تغار علي؟ دائما هذا السؤال اللعين. إن حرب طروادة الدروس أنهكت الأخضر واليابس، أتعرفين السبب؟ إنه الحب والغرام. كلا، بل الغيرة. آهن آهن يا حمرة الخجل. حرب خدعة. آيفينوس، امنحيني الإثارة والجمال. سمعني بقولك هدوف على النبي. هو هاريس فين؟ لقد تم نقله إلى مكان آخر يا سيدي. مكان آخر؟ طب واتنقل المكان ده فين؟ المكان ده لا أعلم سير لمبي. طب شكرا أوي سير لمبي. مولاتي الأميرة تريدك أن تذهب إلى غرفتها الآن. وماذا تريد مني في الغرفة؟ ما عايزة يعني؟ ما إلى الرسول إلا البلاغ. أنا لا اوعى اوعى على الفايز يا ولدي. شكرا كده. دستور سيدتي، ما اعرفش انك في ساعة الكليولة. تعال الي يا سير لومبي، فانت الان في حضرة جميلة الجميلات. لا يا ملواتي. تعجبني شهامتك. انتظر، أنا آتية إليك. هكذا رجال السيدة. سير لومبي، لقد خطفت قلبي بمروءتك حين رفضت قتل المسارعين في الحلبة. نعم نعم يا ملواتي،
إنها الملوحة في الرجال، المروءة عندنا. والآن ترفض امرأة حسناء تطلبك للفراش. لله أصبت، أنت مش من ولاد الأميرة خالص، ده أنت أميرة حب أنا. إني أعرف مكان الكنز وأريد أن أساعدك، ولي شرف الهروب مع بطل مغوار غيور على المرأة، وأترك هذا الخطيب عديم النخوة. الأمير، الأمير، أي هذا، أي خطيبك؟ نعم إنه كلب، نعم إنه كلب، لأنه ليس غيور ولا بيغير على نسوان بيته. أنت مرأة لازم يتغير عليك، بس هو اعتمد ليه بقى؟ واضح إنه هو رجل ديوز. ديوز؟ نعم. ما معنى ديوز؟ معنى ديوز يعني قضاء يومين في حمام السباحة بدون وجبة. من أجل هذا سأضع يدي في يدك. أيوة. لقد خبأت عريسة في مكان آمن ماكر حتى يتسنى لنا العثور عليه ونعرف مكان الكنز. أحقا يا مولاتي؟ أرجوك، أرجوك أن ترفع الألقاب. أيوة. ناديني بشاه اسكندر. أنا ديك بهشام اسكندر؟ هشام اسكندر ده مين ده؟ شاه اسكندر، كأني لعبت عليك الخطة التي دبرها مع الأمير. فإذا صادفنا أحد فنحن نكمل خطتنا. تعال معي يا سير لومبي. فين المرة المجنونة؟ كش ملك. اوه ماي جاد، يا لنحس تريز. يس ايها النبلاء، ايها النبلاء، يا دوق هضبة، ان حريصة ابن ابي الليف يفارق الحياة. انتظر وان مينيت. يموت أرنوت يموت، ليست هي المشكلة، لقد اخذ منا الماني، الكورونا، عند هاف كورونا، عند ربع كورونا، حتى جعلنا نفرط فيما وراءنا وفيما أمامنا. ما هذا الكلام أيها الرعاع؟ هل ستتركون هريسة هذا يذهب إلى الجحيم دون أن يعلمنا أين مكان الكنز؟ دوق هضبة، أنا لدي فكرة رائعة. ها؟ نحن نذهب جميعا بصحبة الدوق هضبة ونكتم على أنفاسه حتى يبوح لنا بمكان الكنز. إن الرجل يقول لك أنه سيذهب إلى الجحيم يا لورد أبلة، ماذا نفعل فيه أكثر من هذا؟ اللعنة، وماذا سنفعل إذن يا دوق هضبة؟ لدي الحل. وما هو يا دوق هضبة؟ إني على ثقة أن هريسة هذا عندما يذهب إلى الجحيم سيبوح بسر الكنز لهذا الغريب المدعى الليمبي. حديثك أطعم من طعم النبيذ يا دوق هضبة. ونعم الرأي يا دوق هضبة. ويل دان على ما يرام يا دوق هضبة. إذن علينا بمراقبة هذا الليمبي عن كثب دون أن يشعر بنا حتى نعلم مكان الكنز، وعندها أخذه لنفسي. أقصد أخذه لنفسي ثم نقتسمه جميعا. حديثك أطعم من لحم الخنزير يا دوق هضبة. أحسنت الرأي يا دوق هضبة. على ما يرام يا دوق هضبة. إذن من الذي سنراقبه عن كثب دون أن يشعر بنا؟ زلمبي. من الذي إذا أردنا أن نأخذ منه الكنز ورفض علينا مخاصمته؟ زلمبي. إذن هيا بنا يا رجال. إلى أين؟ إنكم مجموعة من الأغبياء. إلى هريسة وهو يبوح بالسر للمبي. هيا بنا، هيا. إلهم وحدي لنا الشراب. أجل، والجزمة، الشراب والجزمة. متأكد يا مولاتي هشام إن دي أوضة هريسة؟ نعم بالتأكيد. شوز، شوز، ماشي.
جد هريسة جده. سلامتك يا جده. لن أعترف بشيء عن هذا الكنز الملون. كفاياكم تعذيبا لي. I don't say anything. أنا قد فازت دول. أنا من عائلة. أنا الليمبي. What إيه؟ مش هوط أنا الليمبي. أنا الليمبي. What do you say؟ يا عم ألفس بريسلي بقى اسمعني. بص هوريك حاجة. انصر كده. هاتي انصر. هذه ايه؟ هذه الدن الحمراء. يا للروعة يا للجمال. اخي انت بتقلقني منك ليه؟ وماله؟ الذبابة الحمراء. ايوه سر العائلة. ايوه الان أستطيع أن أموت وأنا مطمئن على كنز العائلة. أيوه. اقترب. أوه. اقترب أكثر. أكثر عطف بقك يعني ولا إيه بقى؟ يا للجمال. أيوه. يا للحسن. حسن أيوه. يا للروعة. الراجل ده أنا قلقان منه. ما العصر ده طاري ليه كده كله؟ يا لجمال التقاطيع. نفس تقاطيعها. تقاطيع مين بقى؟ جدتك. كتتي كان ليها تقاطيع؟ كتتك جولييت. كتتي جولييت؟ هي جولييت تبقى كتتي؟ وأنا روميو وروميو أنا. يا راجل أنت روميو؟ أمال مالك مبهدل في نفسك كده ليه؟ كنت أقف تحت شرفتها وأصعد إليها على شجرة الزيزفون. شجرة برضو؟ وكنا نحب بعضنا الآخر. أقذفها زيزفونة. أيوه. وتقذفني زيزفونة. يا الله يا لجمال العينين. نفس عينيها، نفس النظرة العميقة، سنون طويلة. سنون؟ وأنا أنظر إليها وهي تنظر لي. وحتى وفاتها لم أعرف إلى أين أو إلى من كانت تنظر. هي كانت حوضة ولا إيه؟ كانت حوراء. حوراء؟ إيه حوراء ده؟ زي حرباء ولا إيه؟ اقترب. اقترب منه؟ ما عندوش فيروس ولا أي حاجة؟ أيوة. اقترب أكثر. أنا مش عارف الآن منك أنا ليه كده أهو. سأقول لك. أيوة. عن مكان الكنز. فين بقى؟ ستجد باب الكنز. ايوه. عند اخر ممر الزيزفون. اعرفه اعرفه. عارفه انت مكان السفون ده اللي بيقول عليه؟ نعم. ايوه يعرفه مكان السفون. ايوه. ها هو الموت يقترب. فين بقى؟ ها هو يقترب اكثر فاكثر. فاكسر فاكسر ازاي يعني؟ فاكسر فاكسر ازاي؟ كتي. او ماي جاد، لماذا قدمه مرفوع هكذا؟ ما تخافيش، هي العيله كلها دي بترفع رجليها من الاخر. دي مكان الاعلان. بس انا عرفت بيه. جنبي هنا الأول. استنى. يلا بينا. هيا يا سلمي. المفتاح معايا في جيبي. ها؟ هل قال لك عن مكان الكنز؟ ماذا تريدون؟ أنا الأمير شاهن شاه سكان. صمتا. 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 كيف تتكركع وتتكدس مع هشام اسكندر بهذه الشكلية؟ مطلوب القبض عليكم. هذه أوامر سمو الأمير. هيا اخبطوا علي. مبسوطة. مبسوطة يا اتركوني. يا بنت اتركوني يا احمق. ماذا تفعل؟ يا هشام يا هشام. هاي
سيقتلوننا. يا ست عوض ما أسكت معك في مصر من شفتك. ماذا تقول؟ بل أقول بل أفول. عوضي معك دماغك للشبك للشبك للكنافة دي. لا تفعل كالنساء، كن مغوارة. بلا مغوار بلا منبار. عوضي معك والمصحب حكيك على وجهك والبنية بقى. اجري على الليلة والبنية والمصحب من السيدة زينب. هل ستتركهم يموتون؟ إنهم الليمبي مدرب الكونغ فو. هل نسي؟ إنه أنقذ حياتك ولم يقتلك. والله من عند الخردة بتاعت أرضي يعوم والمصعب. لتنزل لعناتك على كل خائن ليرعد الرعب ليبرق البرق. أين اللعنة؟ أين اللعنة؟ لقد طلبت أن تنزل كل اللعنات. اللعنات لا تنزل. نعم نعم. هريسة قال لي بعد الممر. هيا 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 يا سنوم. باب الكنز. باب الكنز. يابا يابا انتظر الحذاء ضيق. اخلع اللي جابه امه. يلا انتظر يا سلومبي. يلا اني اتيه. يا نهار اسود. سامحيني يا مولاتي هشام. ادخوني. انا مين يريده؟ انا لو ان هذا جبان عجيب. الغاه كلكم تعال. تيجي دولك. يا بلبل السودا وانا كنت وانت مين يا عم؟ تيجي دولك. قابل يا عم الليمبي. تيجي دولك. اتفضل. 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 العبيد ده ولا ايه؟ اتفضل. تيجي دولك. اتفضل. اهو ده هو. كل واحد يتحرك على مكانه. الريحه دي الناس دي واكله شرابات ولا ايه؟ ايه ده انت مين؟ ايه الناس اللي انت لابسه ده؟ معانا من جاي من 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 عند الباب اللي في الباب. يلا يلا خلص علشان تخش الاختبار. يلا اختبار ايه؟ نظر ولا سواقه؟ ايه بتقول ايه؟ يلا خش خلص البس بالراحه شويه كده. مش خليك متورع مع الناس. التورع حلو مع الناس. لا هلبس ايه دي؟ عايز بكام فول فيها دي؟ فول. البس دي يا زلطه بسرعه. يا ترى بقى الراجل بتاع الفول هيعرفني ولا ايه؟ سمعت اخر الاخبار اسمه الامير؟ وهي يعني الاخبار في المحروسه بتخلص. ما كل يوم بخبر. قالوا يقول لك ايه ده خبر جديد. اصبروا شويه واسمعوا بقيه الاخبار. قول يا هضبه. الامير طربال بيجهز نفسه علشان يتغدى بيك قبل ما انت تتعشى بيه. قديمة ده كل المحروس عارفة. هلا وبعدين هو ده اخر خبر؟ ده انت اللي اخر واحد تسمعه. لكن الجديد بقى عندي. الامير طربال بيجهز رجالته وبيقابلهم في السر علشان ينتهز الفرصة في اي لحظة وينقض عليك ويتخلص منك انت ورجالتك. وانت عرفت منين اذا كنت بتقول ان هما بيتقابلوا في السر؟ انت اهبل يا ابني. ده انا هضبة الاجر على الله. انا اصلي ليا واحد حبيبي قوي من رجالة الامير طبار وهو اللي جاب لي اخباره. اهو انت كده جبت المفيد. انا عايز اعرف كل حاجة بتتقال عني طبعا بمساعدة رجالتي وحبايبي. بس خد بالك يا سمو الامير. الامير طربال ده عامل زي التعبان. التعبان دواء قطع رقبته. واحنا خدامينك يا سمو الامير. لو عايزنا نقطع لك رقبته نقطعها لك ونسلخ لك جلده كمان. لا سلخ جلده ده سيبوه عليا. انا اللي هسلخ جلده واكسر سمه واخليه عبره لاي حد يفكر يمس مملكه امر الدين. اتشرفتوا ونورتوا يا رجاله. انتوا خارجين كل واحد يخرج من طريق غير التاني. أنا عندي معاد دلوقتي في القصر. معاد مهم جدا. اتفضلوا. نسيبك بخير يا سمو الأمير. السلام عليكم.
اهلا اهلا بالامير طربان، وانا بقول القصر منور ليه؟ ده نورك يا سلاف، انا قلت اجيلك طالما انت مش بتسال عني. انا ما اقدرش يا امير طربان، بس كل الحكايه اني مش عاوز اشغل معاليك. يا سيدي اشغلني طالما هتجيب لي اخبار الديب اللي اسمه قمر الدين. اشغلني، ده المفروض يسموه قطران زفت مش قمر الدين، ده الدين بريء من امثاله. لا المكان ولا الوقت يسمح بكلام المصطبة دي، انا عايز اخبار اخبار. انا وصلتني اخبار ان قمر الدين ده بيقابل اتباعه في السر. وسمعت ايه تاني؟ ده كل اللي وصلني، هما بيتقابلوا في السر بيقولوا ايه الله اعلم. طيب سرة النقود دي خليها معاك علشان تسمع كويس وتبلغنا، فاهم يا سلاف؟ فاهم، انا من اللحظة دي كل اذان صاغية. ايوه اصحى معايا بدل ما اقطع ودنك. اوامرك يا مولاي. الامير المهاب قمر الدين. رهن إشارة حضرة مرأة السلطان الصالح أيوب الله يرحمه. كل اللي تأمرني مولاتي بيه أنجزه في التوه واللحظة. مهما كانت خطورة الأمر يا عمر الدين. مولاتي بتشك في ولائي؟ إذن أنا أطفي نفسي حالا بالخنجر ده. رجع سلاحك، أنا عايزاك حي واثقة فيك زي ما أنا واثقة في البلوى المسيحة اللي اسمها طربال ابن غربال. مولاتي شجرة الرز مرات حضرة السلطان الصالح أيوب الله يرحمه، الفخر كل الفخر لطربال ابن غربال أن تمنحني مولاتي لقب البلوة المسيحة. كفانا نفاق، الأمر خطير جدا ومش محتاج أي محلسة. خير يا جناب مرات السلطان الصالح أيوب الله يرحمه. هل هناك أشياء عكرت صفو جنابك؟ لويس التاسع مشي من دمياط راح على المنصورة. ايه؟ لويس التاسع اتحرك من دمياط على المنصورة؟ وانا اخر من يعلم؟ اذا انا مكاني مش هنا، انا مكاني في المنصورة. استنى مكانك، مولاتك شجرة الرز ما امرتش حد بالانصراف. طول عمرك ارعن واهون وفاتح صدرك، اعقل بلاش جنان. مولاتي بتتهمني بالجنون قدام اللي يسوى واللي ما يسواش. مش عايز اسمع ولا كلمة. أنا عندي مشكلة. خير يا مولاتي. أنا عايز أتجوز. إيه؟ ولازم أختار واحد منكم اللي هيثبت ولاءه ليا طبعاً. واللي هختاره هيبقى سلطان البلاد. وهيبقى بعلي. وسندي وهيقعد جنبي على العرش. انصرفوا الآن وخليكوا حواليا هنا في القصر. يا ريت مولاتي تأذني أجهز نفسي للرحيل، أخذ بعض النضرجية وأروح عشان أستطلع جيوش لويس التاسع بنفسي. لك ما تشاء يا قمر الدين، أنت خطيبي دلوقتي والقصر قصرك. انصرفوا الآن ودعوني أناجي شجوني. وانت رقم جلوسك كام؟ هو رقم جلوسه كام ده؟ قول لي. لو قابلت حد من اعدائك وكان قاتل ناس كتير وقع في الاسر تحت زلة سيفك وقال لك ارحمني انا عندي عيال تعمل ايه؟ قال له الرحمه حلوه قوي يا سيدي. حلوه؟ امشي خدوا على تمريض. اتفضل اللي بعده. انا روحي. قول لي. ايوه. لو قابلت حد من الاعداء في المعركه ايوه وكان قتل كتير من عشيرتك وقع في الاسر تحت زله سيفك وقال لك ارحمني انا عندي عيال هتعمل ايه؟ اغزه في عياده. تغزه؟ دغري كده اروح غزه في عياده على طول وهو بيستسلم بلا رحمه.
تبصوا ندوة مصطلح جديد. حلو. طب تغوصوا ازاي يعني؟ يعني بتروح جايب انت الكزلك حته كده وتروح لمؤاخذه ارفع رقبتك كده وتروح حاططها كده ويمشي بقى كده في زي السكينه في الحلاوه. حلاوه؟ ما ده شفتنا. انت قتلك بالكلمات في شيء جديد. ايوه ده وبعرف اشتم كمان واتوف كمان. امال ايه؟ طلع هذا اي عبط ولا ايه؟ اركن على جنب. اركن على جنب ليه وانا عديت رادار ولا ايه؟ اركن على جنب. حاضر. طب بقولك ما تعرفش حد اسمه هريسه؟ على جنب. على جنب هريسه على جنب رقر ليه وحرام ولا ايه؟ تلاف دخلوا للسلطانه هو ده اللي احنا عايزينه. وانا كده نجحت؟ ايوه نجحت. والنبي نجحت؟ نجحت. طب انا حلقه بتاعت السن كام؟ احنا هناخدك معانا في الجيش. في الجيش؟ في طلائع الجيش؟ وده الحلوه دي واحترف بعد كده والعب في اسكو. انتهى فرز الجنود. انتهى. هاتوه اولاد السلطان. ده ملك الدسوق دي ولا مين؟ خش. مولات الامير السلطان. تقدم ايها الفتى الشهم، لقد سمعت عنك الكثير وسمعت عن قلبك الجسور الذي لا يهاب الموت وليس به رحمه. تقدم يا غليظ. مولات الامير السلطان. مولاك الامير هينتهي امره على ايديك. مولاك الامير هينتهي امره على ايدي انا؟ ليه هقتله ولا ايه؟ قلبك شغوف للقتل. ايوه القلب قلب اسد. والصدر صدر فهد. من ايه؟ والعين عين صق. من ايه؟ وهذا يعجبني لك، كل ملامح الفارس المغوار. ايه الفارس الششوار ده؟ مولاتي انا عايز اروح لك بالسر لو سمحتي. انا كنت في كبد الناس اسطنبول الوقت ريحه اجارك الله، انما انا الريحه دي ريحتك حلوه قوي يا مولاتي، فقولي لي انت عايزه ايه بسرعه لان انا مش مستحمل خالص. الزواج. نتزوج. نتزوجك مين؟ انا وانت نتزوجك؟ انا وانت لو نضرب بعدين عرفي كده واي مغرف سكر قريش ولا ايه؟ بس على شرط. طب يغسلني وتمشي ليه؟ وما هو الشرط؟ ان تتجسس على الامير قمر الدين خشاف. قمر الدين خشاف؟ ده ايه في رمضان ده؟ ايوه يعني هتجسس عليه اعمل ايه يعني؟ تتجسس عليه لتعرف هل هو متزوج من امراه اخرى؟ وهل انجب ولدا كما قال الشعب والدهماء؟ وهل يحل لهذا الولد ان يعتلي العرش؟ تكلم! ايوه انا مش عارف انت بس بتتكلمي كلام يعني مش عارف ده ليا ولا لمين؟ يعني انت ردك عايزاني اتجسس عليه هو؟ خلاص اعتبر الموضوع منتهي، هنزل على اي مائدة رحمن واروح قفشه على طول لفه واستكه وجايبه ديك على طول. عيب يعني. انت قلت لي اسمه ايه؟ قمر الدين خشاف. والنبي انت اللي قمر. قمر. تعال. اجلس بجانبي تعال. بسرعة كده يعني. عارف انا بدوس جامد انا عارف. شعر جحدة. ما اسمك يا اسمك ايه؟ ايوه يا بيت قدس بالذنبي. اريد ان اعرف هل هو متزوج ام لا؟ هو مين ده؟ قمر الدين خشاف. ايوه ما خلاص قلت لك قمر الدين خشاف ده خلاص. انا بقول لك حربته لك في قلب شوال من نصريه ومخزوز ومتاسلك ومن فين 14 جبوك تحت رجليك هنا. خلاص كده؟ وبعدين يعني مين ده اللي يفكر ويستجرؤ ان هو يعرف ست عليكي؟ انت خلاص. انت جبت سقف الحريم. اذا فعليك به؟ اعوذ يعني ولا ايه؟ اذا فعليك به؟ ايوه حاضر خلاص خلاص. مولاتي السلطانه شجره الرز الامير قمر الدين خشاف. اوعى تقول حاجه من اللي قلنا عليها. ها ماشي. مولاتي السلطانه شجره الرز. مولاتي الاميره كما انت جميله اليوم يا مولاتي. ده الخدام الجديد ده ولا ايه؟
مين ده؟ خدام الجديد. شكلك كويس. والبلع برست عند ميجانس. اسمحي يا مولاتي، انا اخده معايا. لك ما تشاء يا عمر الدين. هو ده عمر الدين اللي انا هتجسس عليه؟ تا تا تا. بعد اذن مولاتي بص الطير. هيا بنا هيا بنا. اهلا بيه. وايه كمان؟ بس حضرتك وكلفتني حضرتك مولاتي شجرة الرز ان انا اتجسس عليك واعرف اخبارك ايه. انت الجاسوس الجديد. تحت امرك يا مولاي. اي نوع من الاخبار؟ يعني كلفتني كده ان انا اعرف سعادتك يعني متجوز ولا لا، ومراتك شكلها ايه؟ قلت في عقلي بدل لا، اكيد مولاي الامير امر الدين خشاف لما يجي يتجوز وياخد حته هياخد بجد واحده امر زي اسمه. كلك ذوق يا لمبي. ما يضلش. وكلفتني برضك ان انا اتعرف يعني اذا كان في عند حضرتك بخلف منها ولد ولا لا. برضك قلت في عقلي بالي اكيد مولاي الامير امر الدين خشاف مخلف بطل، بطل يحمل اسم مصر الى العيداء فوق كده. لا من زورك يا لمبي عقبال ما تشوف اولادك. كونجراتيليشن مولاي. وانت هتعمل ايه يا لمبي؟ هتجسس عليك يا مولاي. وهتقول لها؟ طبعا. لا لا طبعا مولاي ازاي؟ ايه ده احنا شباب زي بعض يعني ورجاله. انت ما تعرفش اللمبي ولا ايه؟ اسمع عن اللمبي. انزل بس خط كده ناحيه مصر القديمه او السيده زينب. بلاش ما ده انزل العدادين. اقعد كده بس في النصريه او في رمل البولاء وشوف اللمبي مصنع الرجاله. تحت امرك. رقبه ناس بتتدب تحت رجليك تحيه وعظمه لمولانا الكبير السلطان امر الدين خشاف. امال ايه؟ باين عليك ذكي. الله يخليك. احسنت انت خزان. بتعمل ايه؟ بتجسس عليك بقى سيبنا نشوف شغلي. ذكي. من سنين فاتت وانا بحكي حكاية الأميرة زينات. الأميرة زينات اللي بعتها في سوق العبيد عشان احافظ عليها من القطار. انت فين يا زينات؟ انت فين يا زينات؟ سيدي قائد الجيش المعلم، هذه رشوة التجسس. يا ترى من الحقير اللي دفع الرشوة دي؟ الأمير طربال اللعين. طربال. شاهين، ايه اللي ناقصنا في المعدات؟ احنا سددنا عجز السيوف لكن عندنا عجز في الخيول. لازم نزود عدد الخيول يا سيدي. ومين اللي عليه الدور في توريد الدواب؟ عز الدين اسماعيل هو اللي مسؤول عن الصفقة. امسك الصورة دي تديها لعز الدين اسماعيل وتقول له يورد المطلوب منه الليلة. عز الدين اسماعيل؟ ولكن عز الدين صرف كل مستحقاته سيدي قائد الجيش المعظم. اوعى تكون دفعت الفلوس من الفلوس المخصصه للتمريض. طمن سيدي قائد الجيش، مولاتي السلطانه شجره الرز باعت جزء من مجوهراتها وسددت المطلوب لعز الدين. يا عظيمه شجره الرز، دايما بتبدي مصلحه البلاد على مصلحتها الشخصيه. اسمعوا، احنا لازم نبذل مجهود اكبر من كده. عايزكم تجيبوا لي اخبار من كل انحاء مصر المحروسه. عايز عيوني المنتشرة في كل مكان تبقى دايما جاهزة، دايما صاحية، مستعدة. تمام سيدي قائد الجيش. تمام سيدي قائد الجيش المعلم. تفضل. هاي زعمور حبيبي. خيانة لحرات. خيانة. خلاص يا لمبي. بس يا لمبي تعويض ولا ايه؟ بس ده مين دول؟ ده ابني زعبور. انا واحد فيهم. ده ولدي الوحيد. هو ده كله. وحشني زعبور. هو يا ابويا. وحشني. متخافش متخافش يا زعبور. مين ده؟ ده لمبي. لمبي ده الحارس الشخصي بتاعي. اه
ده بيحميني. بتخاف على ابويا؟ يبقى ابويا بيحبك، وانا اللي يحب ابويا يبقى انا كمان احبه. ابوسه ابوسه. انا مش عايز. انا الحكايه يا قمر الدين. حبيبي 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 ابا حبيبي حبيبي حبيبي. اللي في ايدك ده يا حبيبي؟ ده حصان تحمر. ايوه انا عارفه ده حصان. ايوه انا حبيبي اوريك لعبه حلوه. طبعا حلوه. طبعا حلوه. شبهك بالظبط. تبقى حلوه. شبهك بالظبط. ماشي ماشي. يلا وريني يا كمان. يا كمان هتورينا كده يا حبيب بابا. ده اسمه ايه؟ حصان. حصان. بص حتين لفوق 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 لفوق. الله يا جمال. فين الحصان؟ حصان فين؟ حصان انت كنت ولا ايه؟ انا بدعت الحصان. بدعت الحصان بتاعي. ابويا ابويا يلا برا. ابويا ابويا الحصان. ابويا الحصان. بس فين الحصان؟ يا ده شويه. فين الحصان؟ يا ده ابويا. ابوك ابوك جوه عنده موقعة الجمل مش فاضي جوه. سيبك منه. فين الحصان؟ حصان يطوى بطني من بتاعي. يا بطنك ما هو ده السحر بقى اللي هو بتاعنا بقى. لا يا ابويا ابويا ام غلاستك. ده انت غلس قوي. ده يا ابويا. بس يا نعم. ايه يا لمبي؟ في ايه يا زعبور؟ انا الحصان بتاعي. ده مين ده؟ كان فني القصر ده ولا مين؟ لا ابويا. مالك يا زعبور؟ كان الحصان. الحصان في بطنه. لا والله حضرتك الحصان اهو. هو بس مش سوعب حاجه تانيه خالص. ده انا كنت بلعبه زي ما حضرتك ساعتك قلت لي. الحصان في بطنه ابويا. مش دهون. مش دهون. هو كان الحصان. والله هو ده المصحف. انا هجيب من حصينه تانيه. انا مش معود ابني على الكذب. طالما قال انك اكلت الحصان بتاعه تبقى اكلت الحصان بتاعه. كدب ايه ده؟ متعود على الكبد اصلا مش كبد. كده بقول لك حضرتك لما الواي الحصان اهو. اتاخرت قوي كده ليه يا قمر الدين؟ يا روح قلبي اصلي الليمبي بلع الحصان بتاع زعبور. ايوه ماما بلع الحصان. يا مدام وحياتك ما حصل الكلام ده. اهو حضرتك الحصان اهو ما بلعتوش. تقصد ايه يعني؟ ان ابني كذاب ولا اهبل وبريالة وعبيط زي الشعب ما بيقول؟ هو الشعب بيقول عليك الكلام ده؟ هو والله يبقى الشعب رحمه كمان لانه هو اكثر من كده بقى بصراحة. يبقى انت بقى اللي اكلت الحصان. انا اللي اكلت الحصان. اكلت الحصان انا والله يا سعادة السمير. لمبي طلع الحصان الحي من بطنك. ايوه حاضر. انا كنت بهزر من كده يا زعربور. انا كنت بهزر والله. الحصان الحقيقي بتاع زعبور اهو. خد يا حبيبي. حصاني حصاني. انت عويد عويد عويد. يلا ينعل ابو غلاسة اللي جايبينك. يلا يا مدعى. لمبي ايوه ساعة الباشا. انا مضطر اقعد يومين عشان في بعض شؤون الدولة مع اصلاجة حبتين. شؤون الدولة؟ وهي دي شؤون دولة؟ ده شؤون القارة يا مولاي. انت دخلت دقيقه وخرجت شبه بتوع الكنافه والقطايف عندنا. لمبي دخله تانيه انا ما اعرفش هتخرج حداد ولا نجار ولا ايه. مش عارفك. اسمعني كويس. اتفضل. انت لا شفت ولا سمعت ولا عرفت. عادي من دواي سرك في بير.